مساء الورد يا بنات، مساء الحب، مساء السعادة. أنا دلوقتي بالمكتب وعملت مصيبة وقلت لازم أشارككم فيها. وهموت من الجوع، أعمل إيه طيب؟ ينفع إني أنا أجوع؟ ما ينفعش. رحت حاطة طاسة وجبت برجر وحطيت فيها نقطة زيت زيتون وحطيت فيها البرجر كده عشان أشويه، وهوريكم هعمل دلوقتي في ايه على النار. يا بنات بجد ينفع اني انا اكون بالمكتب وجعانه واسيب نفسي او اطلب دليفري؟ وماليش نفسي اطلب دليفري، انا عاوزه كده بالذات. انا دايما ببقى مخليها في المكتب الحاجات دي. نشوف، يلا اطلع. وحاططها دلوقتي على النار، ومعندي معجون بس كده هوزعه كده خفيف. يا بنات بصوا، دي فظيعه بجد فظيعه. انا عندي دلوقتي هنا واحد معايا في المكتب، بصي عمال يقول لي لا حرام عليك اللي بتعمليه كده ده. شو، محدش قال لك تشم الريحه؟ امشي. وجبنه بيضه، جبنه بيضه كده ماشي. شوفوا حاجه اكيد كلها عندكم يعني، بس انا متاكده ان حالا هتقوموا تعملوها. تقدروا بدل البرجر ده تحطوا تشيكن لو عندكم شرايح تشيكن، بس صراحه كده بالبرجر احلى. انا قلت لكم اتفقت معاكم كل مصايب هشارككم فيها. وثلاث بيضات حطيت عليهم فلفل وملح، وهوزعهم كده حبايبي من غير ما تعملوهم كده يعني، من غير ما تعملوهم كده ماشي تمام. وعندي زيتون هوزعه، وحتة الليمونة دي جميلة بتقول حطوني هنا، وهغطيها ودقيقتين وهوريكم أحلى مصيبة عندي. هي بلاش كده، لسه أحط العودين دول ماشي. بعد جبت بصل أخضر طبعا بالبقالة. يا رب. وأقطع عليها بصل أخضر. بصي مش هنحتاج إن إحنا بقى إيه نقعد نعك بقى، إحنا هنقطع ونحط بالخبز وناكل على طول. يلا هوريها لكم دلوقتي لما تخلص. وكده خلصت يا بنات المصيبه بتاعتي، عاوزين تشوفوها؟ ها ايه رايكم؟ تحفه تحفه، والطعم انا مش هقدر اقول لكم عليه. دلوقتي هنقلها بقى في الطبق ده، الطبق الجميل. ايه رايكم بقى؟ شايفينها؟ ومقرمشه من تحت وجميله. قطعها اربعه عشان كل واحد فينا ياخد ربع. ايه رايكم بقى يا بنات؟ ومعانا الخبز وعصيري طبعا. بس حبيت اشارككم وصفتي النهارده الجميله في المكتب، ان ما قدرتش استحملها. تحفه تحفه يا بنات، تحفه تحفه. شوفوا البيض مع البصل الاخضر فظيع، مع الجبن، مع المعجون، مع زيت زيتون، رهيبه رهيبه. ما تنسونيش بالشير، سبسكرايب، لايك. السلام عليكم. ودلوقتي يا بنات لازم احلي بقطعه بسبوسه اللي كنت عاملاها من يومين. بسبوسه تهبل، اتفضلوا معايا. يلا نفتح ناكل مع بعض. ما شاء الله عليه مكبس، شايفين؟ شايفين الحقوق؟ تفضلوا معانا، احلى بسبوسة بالدنيا. نبيلها قهوة البسبوسة، قهوة عربية.